نقيب الموسيقيين امير الغناء العربي الفنان الكبير هاني شاكر. يا استاذ هاني اهلا بيك. اهلا بحضرتك يا استاذ وائل، ازيك؟ اهلا بيك استاذ هاني، اهلا وسهلا. ربنا يخليك، وبسلم على ضيوف حضرتك الكرام. منورين في القناه. ربنا يخليك، وربنا يلهمنا جميعا الراي الصائب والحل لمشكله كبيره الحقيقه احنا يعني كلنا لمسناها في المجتمع، ما كانتش موجودة في المجتمع المصري يا أستاذ وائل. يعني أي بنت كانت بتتعرض لأي موقف في الشارع، عربتها عطلت أو وقعت أو حصل لها أي مشكلة، بتلاقي شباب زي الفل واقفين جنبها وحواليها بيساعدوها ويقوموها من على الأرض، ولو عريانة بيغطوها. لو عريانة بيغطوها طبعاً. ولا ينهشوها حتى لا بنظراتهم ولا بلمساتهم، يعني لأن كل واحد عارف إنه في البيت عنده في أم وفي زوجة وفي أخت وفي بنت، فزي ما أنت بتتعامل بره ربنا كمان أكيد هيراعي ده، لأن أنت راعي أهل بيتك. المشكلة الحقيقة إنه يعني حالة الاغتصاب، يعني أنا عايز أقول الحيوانات لا تغتصب. صح، الحيوان صح. لا يغتصب خصوصا الأطفال. تخيل أنت هذا الإنسان اللي هو أقل من الحيوان ويفعل ما لا يفعله الحيوان لحيوان اخر، سواء كان بنت كبيره او بنت صغيره او ولد صغير، ده يعني معلش ده كونه يعيش يوم زياده بعد اللي عمله ده يبقى خساره علينا احنا في المجتمع، خساره علينا في المجتمع. يعني النهارده ان حتى الشباب الصغيرين، انا بطالب الساده اعضاء مجلس النواب المحترمين اللي عند حضرتك ومجلس النواب كله، يعني يا ريت يبقى في تشريعات سريعه وناجزه وحاسمه. بنقدم يا فناننا العظيم مشاريع قوانين لعلاج المشاكل اللي بتظهر وبسرعه، يعني انا بقول لحضرتك في مشروع قانون احنا نقدمه يوم الاحد لتغليظ العقوبه لجرائم التحرش او الاغتصاب او اي اعتداء جنسي، هتك الارض هتوصل للاعدام، ودي هنقدر من خلالها نقاوم هذه الجرائم الجديده على المجتمع بتاعنا. وانا عايز ازود لحضرتك من الشعر بيت، يعني الاطفال التي تغتصب ال 13 و14 و15 سنه اللي هو في نظر القانون ده طفل، وبيخطف بنت صغيره بيغتصبها وبيقتلها وبيرميها من سطح البيت، زي ما شفنا يا حبيبتي بنتنا كلنا القمر الملاك بنتنا وغيرها كتير، او يرميها في الترعه او ما اعرفش يعمل ايه. هل لكونه طفل هل ده يديله الحق انه يهرب بجريمته؟ بيستفيد من قانون الطفل وبياخد عقوبه مخففه بعد سنتين ثلاثه، بيمشي قدام الاسره ويطلع لسانه لهم. لا احنا وصلنا بالعقاب 25 سنه 15. لا القانون اللي انا مقدمه هيزيد 25 سنه يقضيهم نسمع 15 سنه خدوا اعتقد كده، هيطلع هو عنده 30 35 سنه، يعني عز البلطجي وعز 25 سنه يا فنان، 25 سنه يعني بيه خد 25 سنه. ده المشروع الجديد 25 سنه، ده الجديد الذي لم يقر حتى، لكن القاضي ليس امامه الا سقف عقوبه لا يستطيع ان يتجاوز ال 15 سنه. بالظبط، وممكن يدي اقل، ممكن يدي 10 ويدي 7. لا وبعدين ده في نقطه كمان. يا هاني ازيك يا هاني؟ اهلا، ازي حضرتك؟ انا مامت عليا على فكره. يا حبيبتي اهلا. ازيك حبيبي؟ ازي مراتك واولادك؟ تمام يا حبيبتي، ربنا يخليك يا رب. يا رب. عارف يا هاني كمان ده في شروط الجاري في جريمه الاغتصاب في قانون 267 بتاع العقوبات، لو كان صغير السن لا تقع الجريمه او الشروع في جريمه. تخيل يعني لو ولد صغير، يعني لو سنه اقل من 18 سنه، اقل من 18 لا تقع الجريمه او الشروع حتى. ما احنا مقدمين مشروع قانون لتغليظ العقوبات دي بقى. بالضبط. ده يوم الحد لان فنان هيبقى في المجلس. انا امشي في الشارع او البنت تبقى ماشيه في الشارع خايفه وعماله بتداري في نفسها لو ولد يتحرش بيها او يغتصبها، يعني يا جماعه احنا فين؟ هل التحرش الجماعي اللي شفناه مؤخرا والاستاذ وائل جابه في التلفزيون من الاسبوع اللي فات، يمكن البنت اللي حواليها مئات الاولاد الوافدين وقعت الشرقيه فيها
انا مش شايف انها لابسه ما ما ما, ما يستدعي كل هذا التحرش وكل هذا الكلام. انا مش شايف كده. بنت كانت خارجه بالفرح وما اعرفش ايه اللي وداها ساقها قدرها، كانت بتعدي الشارع القهوه دي بالظبط كده، الكل واقف بيتفرج والكل واقف يعني اللي ما بيتحرش بايده بيتحرش بعينيه، واقف بيتفرج واقف يتصور. حتى اللي اتفرجوا مارسوا التحرش بشكل طبعاً. اخر يعني طبعا يا وحضرتك قلت كده ويسلم بقك، قلت حتى اللي واقف بيصور واقف يتفرج ده تحرش طبعا. فانا عايز اقول المخدرات لها جزء كبير من حياتنا. الفن الهابط زي ما قالت الاستاذه زينب الحقيقه دلوقتي فعلا الفن الهابط. والدكتور عبد المنعم فؤاد اشار لده كمان يعني طبعا طبعا ربنا يخليهم ودور الاعلام بيولد الحقيقه انحطاط. تعتقد الفن الهابط وانت من اولوياتك محاربه الفن الهابط ازاي؟ احنا معاه يساهم في ده؟ طبعا يا استاذ وائل طبعا. وانا عشان كده لما قلت الالتزام بالاداب العامه وتقاليد المجتمع اول ما جيت بالنقابه، وكانت هذه مناشده لزملائي وزميلاتي المطربين والمطربات، ناس كتير قامت عليا وقالت حريه الفكر وافتكروني بقى انا انت جاي ترسي بقى تلبس الناس ايه وما تلبسش ايه. لا احنا معاك والله، ده من ضمن قانون النقابه انه يعني. طب وهو عاجب الناس كلها الفيديوهات اللي بنشوفها وكانها افلام بورنو افلام فكر. حضرتك مع انها تقدم باسم الفن والغناء للاسف يعني كده. شفت حضرتك الاغاني اللي كلها يعني بذاءه وتلويح وتحرش طبعا. انا بجد انا مش مصدقه ازاي وصلنا للمنحدر ده، واخطر شيء على المجتمع يا هاني الاعتياد على شيء معين على رؤيه سلوك معين. طب والافلام بتاعتنا اللي بتصور المراه على طول انها واقفه في 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 بار واقفه في خماره واقفه ترقص وبتمارس الدعاره، ايه القرف ده؟ صحيح. ايه القرف والاحتفاظ؟ عشان كده احنا نامل في حضرتك يا فنانة انك تواجه معانا مثل هذه الاعمال وبالاخص ان في بعض المنتجين وبعض المخرجين تخصصوا في اخراج مثل هذا النوع. طيب دكتور عبد المنعم فؤاد عايز يوجه لحضرتك رساله. استاذ هاني اتفضل. احييك يا استاذ هاني، وده انا اول ما بدات به التاثير الفني في نفوس الشباب وفي نفوس الفتيات. رسالتكم رساله عظيمه، لو حولتموها الى رساله قيم واخلاقيات اعلم علم اليقين انه المجتمع ده سيتقدم وتكونوا انتوا السبب ويكون لكم جزاء عند الله سبحانه وتعالى. بالله عليك قف هذا الموقف العظيم اللي انا بسمعه منك الان وقل لاخوانك ارجعوا الى الله سبحانه وتعالى، وانتم راجعين دايما الى الله وخاصه في شهر الصيام المقبلين عليه. بارك الله فيك. طيب استاذ هاني لو عايز تقول حضرتك تعليق اخير، يعني انت انزعجت جدا من قضايا الاغتصاب اللي بتزداد معدلاتها بشكل كبير في الاونه الاخيره. قلبنا بيتقطع يا حبيبي على اولادنا اللي احنا شايفينهم ضحايا للناس الموتوره اللي هي اقل مما يفعله الحيوان. الحقيقه زي ما بقول لحضرتك الحيوانات لا تغتصب. فانا معلش انا بضم صوتي بصوت اللي بيطالبوا باعدام هؤلاء حتى لو كانوا دون الثامنه عشر. حتى لو كانوا اطفال. الدفل ده اللي طالع يعني موضوع الثمانيه عشر ده محتاج نقاش طويل، يعني موضوع الثمانيه عشر ده محتاج نقاش طويل جدا، واحنا ناقشناه قبل كده اكتر من مره، ولكن ده احنا النهارده مش عايزين نكرس مبدا اعدام الاطفال ونخالف كل المواثيق الدوليه. فخلينا نتكلم في كل موضوع في تخصصه. يعني هاني بيه بيتكلم دلوقتي عن موضوع الفن ودوره في التردي الاخلاقي اللي بيحصل، احنا نضرب له تعظيم سلام. هنتكلم في موضوع الطفوله وسن 18 علينا نتكلم مع المتخصصين، بس هي قضيه مجتمعيه لانه في طبعا اكثر من واقعه بيكون مثلا المغتصب ده 18 سنه الا شهر مش كتير ويفلت من المساءله والمحاسبه جداً. يعني استثناءات يعني الطفله زينه يعني اللي قفلت من الحساب هو ما فيش حل عندنا غير الجمله دي ما بنقولش غير موضوع الطفله. هاخد بس الاستاذ هاني اتفضل. استاذ هاني اتفضل. واحنا تحت امرك. شكرا يا استاذ وائل. انا بس زي ما بقول انا حته يعني العقاب الرادع ده شيء مهم جدا نوابنا المحترمين ومجلسنا المحترم النواب يا ريت يشوفوا لنا. يعني انا اعتقد ان في دوله اوروبيه انا كنت قريت من فتره ابتدت تنفذ حكم الاعدام في المغتصب والقاتل والخاطف
اللي هو اقل من 18 سنه. يعني مين حتى اصحاب مين مخالف لقانون؟ مش صحيح كلام ده. دوله اوروبيه؟ لا لا فين؟ مش صحيح. بس هو ايه للطفل؟ انا عايز اقول حاجه. اذا كنا شايفين فعلا ان هذا المغتصب في اكثر من حاله سنه اقل من 18 سنه، يعني انا بطلب من حضراتكم يبقى في رادع. انا متذكر في عهد المستشار عدلي منصور كانت اثيرت هذه القضيه حينما كان رئيسا انتقاليا، واجتمعوا جميعا وحتى مستشاره القانوني في انه في هناك من ينفذون جرائم تحت السن، ولكن هم على وعي كامل بيخطط ويقتل ويغتصب، وهو عنده عقلية الكبار. وهنا قالوا انهم التعديل بس انهم يسيبوا للقاضي ما حددلوش سقف العقوبة بانها 15 سنة في جرائم بعينها، وسيب للقاضي التحديد سقف العقوبة. انما طبعا زي ما حضرتك بتقول فعلا بيستفيدوا من ده، عنده 16 سنة 17 سنة بيخطط جيدا، بيخطف يقتل ويغتصب، وكل ده بياخد عقوبة قليلة جدا. 15 سنة بمضي نص المدة، 7 سنين وتلاقي ماشي في الشارع عادي يعني. بالضبط. شكرا لحضرتك. بشكر حضرتك استاذ هاني لإطلاق سعر.